بماذا تنصحون شخصا أصبح همه الدعاء فقط ولظروف وأسباب لا يستأنس بالناس في الدنيا ولا يستأنسون به، يجلس بمجاورة الحرم منذ بداية هذه العطلة ومع إكثاره من نوافل العبادة يخشى عدم القبول ويشعر بالضيق والحرج في الدنيا، فهل من نصيحة له؟ أما كونه يكثر من العبادة ويشعر بعدم القبول هذه علامة خير، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، فكونه يخشى أن ترد عليه أعماله ولا تقبل هذا طيب. أما كونه يعتزل الناس ولا يكلمهم ولا يكلمونه وتصيبه الهموم بسبب ذلك لانعزاله عن الناس وعدم المؤانسة هذا لا يجوز له، لا يجوز له أن يعمل هذا العمل لئلا يصاب بالوسواس أو يتسبب